مشاهدي تلفزيون المستقبل، بقول لكم مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده مباشره على الهواء من اربع دوليب وبس، يلي بخولكم تربحوا معنا جوائز قيمه بالاضافه لسياره بكل اسبوع. كل اسبوع في عنا سياره موديل 2015 ممكن تكون من نصيب احد المتصلين اللي عم بيشاركوا معنا على الدوليب الاربعه وتربحوا معنا سياره قيمه بالاضافه لجوائز نقديه وجوائز عينيه بانتظاركم. اهم شيء ما يطلع لكم الاكس او الاكس يلي بخسركم كل شيء خلال الاتصال. رقم واحد بخولكم تربحوا معنا وتشاركوا معنا هو 1027 من داخل لبنان، تبعتوا اس ام اس مكتوب عليها حرفين اف دبليو، بس تبعتوا اس ام اس مكتوب عليها اف دبليو. بس هون بذكركم كل ما بتزيدوا اس ام اساتكم كل ما بتزيدوا فرصكم للمشاركه بالبرنامج. اما من خارج لبنان، من المملكه العربيه السعوديه، من مصر، من الكويت، من سوريا، من الاردن، كل بلد في عنده رقم خاص للاتصال معنا بالبرنامج، ايضا تبعتوا اس ام اس اف دبليو. وبذكركم انه مش بس خلال الحلقه فيكم تبعتوا الاس ام اسات، انما ايضا خلال الاسبوع طيله الاسبوع بس تشوفوا الاعلان على الشاشه اعلان البرنامج فيكم تبعتوا اس ام اس، ومجرد ما تبعتوا الاس ام اس اسمكم بيدخل معنا بالقرعه على الحلقه المقبله. اليوم في عنا كميه من الاتصالات بانتظار طبعا ناخذها على الهواء مع ضيفه مميزه بحلقتنا اليوم، رح نستقبلها بعد لحظات قليله. انما بذكركم مره جديده انه بالاربع دوليب بكل دولاب في عنا خمس سيارات، بكل دولاب في عنا جائزتين كاش 100 دولار 100 دولار، وبزيدوا ليوصلوا الى 400 دولار مع الاربع دوليب. في عنا ثلاث قنوات فيهم جوائز عينيه مثل سفرات مثل ما عم بتشوفوا، رحلات الى تركيا وغيرها من الدول، بالاضافه الى جوائز عينيه مثل ساعات قيمه وغيرها. ايضا في عنا مفروشات كمان ابتداء من اليوم بانتظاركم لكل المشاهدين. وفي عنا بكل دولاب اكسين، بس يطلع الاكس طبعا بتكونوا خسرتوا الجوائز، بس في عندكم امكانيه الربح بالدوليب التابعه. شو ممكن تربحوا بحلقاتنا من برنامج اربع دوليب وبس؟ بنشوف سوا شريط الجوائز من بعدها مباشره، نستقبل ضيفتنا بحلقه الليله وشو بنعمل من قلع. خليكم معنا ببرنامج اربع دوليب وبس، فيكن تربحوا سيارات وجوائز نقديه بالاضافه لجوائز مقدمه من غازي ترافل. غازي ترافل بيقدم رحلات سياحيه لاسطنبول بتركيا لمده 5 ايام لشخص واحد، تتضمن تذكرة السفر والإقامة بفندق 4 نجوم. غازي ترافل بيأمن بطاقات السفر لجميع أنحاء العالم بالإضافة لبرنامج كامل من الرحلات السياحية الممتعة. غازي ترافل، بيروت، شارع بلس. ANF أحمد ناجي فارس، الاسم العريق بعالم الأدوات المنزلية، كل شيء بتحتاجوه لمنازلكم موجود بـ ANF. ANF السوديكو وفرع تاني لمكلس المنصورية. موقع التسوق الإلكتروني تسكارشوب.com بيقدم لكم مجموعة واسعة ومنوعة من الهدايا والمفروشات والأدوات الإلكترونية والكهربائية والألعاب. كل شي عليكم تعملوه إنه تزوروا موقع تسكارشوب.com وتتفرجوا وتنقوا على ذوقكم يلي بناسبكم. تسكارشوب.com، تسوق آمن من دون الحاجة لبطاقة ائتمان والدفع عند الاستلام والتوصيل مجاني. وكمان في جوائز منوعة بيقدمها تلفزيون المستقبل، تتضمن ساعات وأقلام ومفروشات وأدوات كهربائية ومنزلية عديدة. شو بعدكم ناطرين؟ شاركوا ببرنامج أربعة دوليب وبس عبر إرسال SMS على الأرقام يلي عم تقطع على الشاشة طيلة أيام الأسبوع، وممكن كتير هالسيارة أو هالجوائز تكون من نصيبكم. مشاهدينا، هودي هن الجوائز اللي ممكن تربحوهم بحلقتنا الليله من برنامج اربع دوليب وبس. وما بننسى اكيد السياره يلي بانتظاركم بكل حلقه. قد ايه حلو الواحد يربح سياره، يعلق معه الخط، يبعث الاس ام اس نتصل فيه ويشارك بالدوليب الاربعه، يطلع له سياره سياره سياره
سيارة ويخبط السيارة، قديه حلو الواحد يربح سيارة. وطبعا الدليل على كل يلي ربحوا معنا طيلة شهر رمضان المبارك بعشر سيارات واربع موتوسيكلات وجوائز قيمة عديدة. قبل ما نستقبل ضيفتنا بدي اذكر انه في برنامج كمان جديد عم يتحضر عبر شاشة التلفزيون مستقبل خاصه بالجيران. اذا انتم اليوم عم تحضروني وانتم جيران اصحاب بتعرفوا بعضكم من زمان وعندكم علاقة هيك وطيدة كجيران، لتشاركوا ببرنامج كمان جديد عبر شاشة التلفزيون مستقبل قريبا وتربحوا جوائز قيمة مثل صالونات وغيرها، بتتصلوا على 70667714. فإذا بكرر 70667714 لتشاركوا ببرنامج تاني يخصوا بالجيران اللي بحبوا بعضهم وصار لهم فترة طويلة كجيران. اما هلا بنرجع لاربع دولي وبس، وصار وقت نستقبل ضيفتنا بحلقه الليله. وضيفتنا الليله صبيه لبنانيه متعدده المواهب، من الغناء الى التمثيل المسرحي الى التمثيل التلفزيوني وصولا الى كتابه المسلسلات. مؤخرا مثلت لبنان ببرنامج ذا فويس النسخه الفرنسيه، وحاليا هي بطور التحضير والتدريب دائما لمسرحيه بنت الجبل للاستاذ الكبير الاستاذ روميو لحود. صار وقت نستقبل ضيفتنا بحلقة الليلة الفنانة اللبنانية ألين لحود. أيوة من وين؟ أيوة مرسي مرسي. يا اهلا وسهلا، منوره دائما يا الين. مرسي. مبعد كثير عني. ايه ليه دخلك؟ ليه هالقد بعاد؟ ما بعرف، حسيت هيك لانه انا دائما الين هيك قريبه بحسها من المشاهدين وقريبه منا، بس ليه تحطوا لي بكرستك؟ خلص قصاص. ايه ايه قصاص، مدري شو عم الين. يعني اسم الله عليك اول شيء، بدي اقول لك يعطيك العافيه. بدي اقول لك ان شاء الله دائما هيك بالتالق، ان كان بالغناء او بالتمثيل التلفزيوني بالمسلسلات اللي شفناهن وبالمسرح كمان، وكل ما عم بحكي مع الين اخر فتره كل الوقت بالمسرح وعم تتدرب وتمرينات. يعطيك العافيه. ميرسي. الله يعافيك. كيف التمرينات؟ خبرينا. كثيرن بيتعبوا بس حلوين. مسرحيه بنت الجبل مظبوط للاستاذ روميو لحود يلي بنقول له مساء الخير، بنوجه له تحيه كثير كبيره من البرنامج كمان الليله. بدي اوجه لهم تحيه، كلهم عم يتمرنوا اليوم بلاكي. واليوم بيتمرنوا بلاكي. ايه قالت لي الين هلا اليوم بدهم يقوموا علي انه انا جاي اطلع معك لايف وهن عم يتمرنوا. خبرينا كيف اجواء التمرين، عدد الممثلين قد ايه، كيف علاقتكم مع بعضكم بهالايام؟ نحن ست ممثلين على المسرح كأدوار أساسية، بس في كتير عناصر على المسرح، في أكثر من 40 عنصر. يعني مسرحية بنت الجبل التحضير لها حلو كتير، لأنه هو المسرح له سحر ما بيشبه أي عمل تاني. يعني تلفزيون حلو، سينما حلوة، بس مش مثل المسرح. المسرح له هيك ركحة خاصة، له شغف يمكن أكثر. أكيد. بعدين بتعيش مع هالأشخاص على مدة كذا شهر بين تحضيرات وبين عروضات ويمكن بعدين سفر، بتحس إنه صرنا عيلة وحدة. يعني كلنا تعودنا على بعض وكلنا بنساعد بعض. هلا في لحظات إنه بناكل عيطات بس هيدا جمال المسرح، يعني إنه بتمرق معك مراحل بتحس حالك يمكن منك بكامل نشاطك، بس له سحر خاص خاصة أول ما بنبلش العروضات. يعني طيب أمتين رح يبلشوا أول عروضات، وشو دورة قليل لحود بالمسرحية؟ يعني ضمن الممثلين الست الأوائل اللي رح يكونوا. يعني هو العروضات ببلشوا على السنة الجديدة، إن الله راد ب 22 كانون الثاني. أوكي، يعني بعد شهرين تقريبا. مزبوط. وأنا دوري دور بنت الجبل، البنت اللي بتجي من الضيعة اللي ما بتعرف لا تقرأ ولا تكتب، وبتتعرف على أستاذ لغات وبيصير هو يقرر يعلمها ويحسنها ويعمل منها ست مجتمع. يعني كمان في شغله بدي اقولها يعني عن الين، انه من اولى مقابلاتها التلفزيونيه كانت معي شخصيا ببرنامج اخر خبريه، صح؟ بال 2006. مزبوط. كانت حلقه بتذكر كانت كثير حلوه، وكانت الين يعني من اولى اطلالات تلفزيونيه. شو بعدك بتتذكري من هذيك؟ اول شيء بعدني بتذكر انه كنت هلا بعدني بستحي، بس كنت كثير استحي، وكنت كان من اول المقابلات اللي بحس فيها انه انا ضيفه لوحدي، عندي الحديث تبعي واغانيي الحلقه كلها لالي. لا كانت كثير حلوه، بتذكر بعد عندي يعني مسجلتها من احلى المقابلات. هيدي بالسبعينات كانت عم بقول المخرج. لا بالاربعينات. هيدي ابو ورده هيك عم بقول، لانه هو عم يخدع عم بيقيسها على عمره يمكن. يمكن ما بعرف، انا ما خلقتها ايام. ما خلقتها بوقتها. بوقتها غنيتي كمان ضمن بقلب الاستوديو، غنيتي لايف ودندنتي وكذا. صح، غنينا كثير. فهلا حابين هيك نبلش لقائنا نحن وياك بشي دندنه. على الوصله؟ على الوصله اكيد، مشاهدين قاعدين ناطرين، بعدين صارت الساعه 10 هلا بتوقيت بيروت، بدنا هيك اهداء صغير منك للمشاهدين.
بركي شيء من اغاني طبعا الراحل الست الوالده طبعا. ايه بغني شو بدي غني، بس بدي ميكرو اكيد، بس بدنا الميكرو. بركي خالد كمان على الميكرو، بنعزبك خالد، يعطيكم العافيه شباب جميعا. قبل ما نبلش بالاتصالات هلا، لانه بدنا نحمى وبدنا نبلش نصرخ، بدنا نربح، بصير هلا بدنا نربح. ربحان شي مره سياره ولا شيء؟ خلص هلا مش هيك سياره عجله، مش مشكله على كل شيء. من الاغاني هيك للست سلوى اللي كل الناس بيعرفوها وبحبوها طبعا. انت على بالك تسمع شيء معين؟ اي شيء انت بتقرري. طيب بس انا بحب كثير كنت على نبع المي. يلا انا طبعا مش اغنيه، انا اليوم مبحوح. على نبع المي عيني قلت لي عطشان، سقيني شوي يا صبي من مية لبنان، من ايدي شربت الشفي ولما شفتها ما بتكفي، سقيتك من قلبي وعيني على نبع المي. طيب كثير حلو، يعني هيك بتحمسينا نسمع اكثر كمان منك، بس اكيد رح نسمع كمان من اغانيك، في غنيه كمان جديده لإلك ومن اغانيك السابقه خلال الحلقه اكيد. بس صار وقت نبلش بالاتصالات. اكيد اوكي إيه؟ الناس ناطره. قبل ما ناخذ، ربحتي شي مره باللوتو باليانصيب؟ ماكسيموم كنت ترد حقهم، هيدا الماكسيموم. هيدي اكثر شيء كلنا هيك دخلك. مين بيربحها للجائزه؟ عن جد انا بسال حالي ذات الشيء، ما بعرف. بس قد ايه صعب الواحد يربح مرات؟ هلا اليوم اسهل اكيد، بتعرفي كيف السيستم، بدهم يجيبوا اربع سيارات يربحوا سياره. وقد ايه حلو الواحد هيك ببروجرام، يعني يكون قاعد ببيته باعت اس ام اس مثلا امبارح، ندق له نقول له يلا شارك مع ميشو قالين طق 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 سياره. حلو حلو كثير. ناخذ اتصال اول معنا، يمكن علي من لبنان. علي مساء الخير يا علي. ميشو. علي يا علي. ميشو طلع حبابنا، طلع حبابنا قليل اليوم حبابنا. شو بدك تسم يا هوا بلادي؟ احلى ميشو احلى ميشو. ايوه زبطت. يلا علي بوقف معنا. بدي منك انت والعائله، انت ومين عم تحضر؟ وين رايحه؟ خليكي معي قالين. خلق الميكرو هلا بده يلبكي يمكن. اوكي انا ومدامتي وبنتي. انت ومين ومدامتك وبنتك؟ ايوه مرحبا مدامته. مرحبا بنته. ومرحبا بنته. كيفك ميشو؟ كيف بنتك ولا مدامتك؟ مدامتك اكيد. هذه مرتي. مدامتي. ايه ايه حسيت بنتك صغيره لانه علي مبين صوته مش كثير كبير. صح؟ لا صغير صغير. صغير قد ايه عمرها بنتك؟ عمرها 17. 17 انا يعني مش كثير صغير يعني اوكي. علي كيف لقيت لنا اليوم ضيفتنا قليل لحود بالاستوديو؟ اسم الله عليها هيك والله غير شكل غير شكل. ميرسي. خلص ربحوا. دغري خلص خلص لازم نربح. لازم تربح. علي من اي منطقه عم تحكينا؟ من طريق جديده. من طريق جديده. هلا خبرني عم تين بعثت الاس ام اس امبارح اليوم؟ بس خبر المشاهدين لانه في ناس بعده عم بيقولوا لي لليوم يا اخي كيف بدي اشترك معك؟ بس من حلقتين. من حلقتين بعثت الاس ام اس ودقينا لك اليوم، تفضل. ها؟ لتشوفوا انه بضل الداتا موجوده بقلب الكمبيوتر، وكل ما بتزيدوا الاس ام اسات كل ما بتزيدوا فرصكم للمشاركه معنا. هلا شو الوضع؟ تربحوا مع ميشو. حبيب القلب، يلا ان شاء الله هلا الاتصال الاول هيك تخبط سياره، قد ايه حلوه؟ ان شاء الله. ايه؟ انا ما بدي سياره. ما بدك سياره؟ خلص، اوكي. لا. بس مجبور تربحها، هيدي رمضان. برمضان كانوا مجبورين يربحوها. هلا ارباح سيارة وجايرة لقليل. على راسي. هلا شو، مين بدك يبلش؟ من عند قليل ولا من عندي؟ من عند قليل أكيد طبعاً. ليديز فيرست وقليل ضيفتنا. قليل بدك تضربي يا ضربة خفيفة يا ضربة قوية. أنت وإلهامك كيف؟ أوكي؟ يلا. بنقول لك يا علي، قليل 3 2 1 بنضرب. شو هالضربة؟ كل هالحماس رح ينبح صوتي لنشوف ضربة قليل شو رح تعطينا. الضربة الأولى على على بس 100 دولار كاش. اوكي منيحة. اوكي الحمد لله. ما هو ما بده سيارة. ايه شفت كيف؟ ما هي قليل لأنه قلت لها أنت ما بدك سيارة ربحتك كاش. صح. معي سيارة لشو الطمع؟ لا شو الطمع؟ 100 دولار كاش بتكمل أو خلص؟ مكمل. بلش طمع ولا لا؟ شو علي بلش طمع؟ 100 دولار خلصنا، تسلى تحكيتنا كذا و
ولا نضرب على التالي. يلا نجرب هلا. هلا يمكن تزيد الكاش يصيروا 200، يمكن يصيروا هدايا زياده، يمكن يطلع لك اكس تطير ال 100 دولار كاش، ترجع مهمه قليل تجيب لك شيء ثاني. اوكي؟ جاهز؟ يلا. جاهز؟ قليل من عندك اعطيني 3 2 1. 3 2 1. ونضرب يلا يا علي ويلا يا علي. هيدي ضربة قوية لنشوف هيدي بتخلص البكرة نقعد نحن بنعمل حوار هلا وكذا لكانت خلصت الضربة. فإذا هلا علي معه 100 دولار بجيبته عم يحضر هو ومدامته وبنته، شو راح يعمل هلا بالجائزة الثانية؟ شو راح يطلع له؟ أهم شيء ما يطلع لنا لا إكس ولا سيارة، لأنه السيارة ما عادش تربحوا بقى شيء. ما تقول لي على الإكس. لا 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 يا علي لا. يلا نرجع نكمل. طارت ال 100 دولار. ايه طارت ال 100 دولار، طلع لك اكس صور اكسام من اصل 12. قليل عندك هلا. هلا شوف انت رجعي له شيء قوي، اوكي؟ على 3 2 1 نضرب. 1 يلا لنشوف. عم نعذبها لقليل الليله. فكرة حالي اقوى. هي ضربتك خفيفة شوي، يمكن على على التمرين تعبانة. عن ايوه بيركبنا خلفي. شو رح يطلع له لعلي هلا؟ هدية هدية. بدنا هدية. ايه مش سيارة، هدية. سيارة. لا. سيارة بس مثل هيديك الحلقة اتصلت فيها احدى المتصلات، ما بعرف اذا كنت عم تحضرنا الاسبوع الماضي. ضربنا لها اول دولاب اجت سيارة. ايه السيارة ربحت سيارة. المعش بدها تكمل خلص، بدها السيارة. ما بعرف بدها تكمل. قعدت فسر مدام قلت لك تسيبها 4 سنين. لا خلص مش هالمعش تضرب. فهلا طلع لك سيارة بس لحد هلا ما معنا شيء علي. فعليا ما معنا شيء. أو هدية. نرجع على الدولاب الرابع، بدك قليل تضربوا الدولاب الرابع؟ أنت. أنا من عندي. يلا ما مشكلة. أنا وياك يسوى، حط إيدك معي. أنا ما بساعد كثير. بركة، إيد بركة. يلا جاهز علي؟ علي بقول لك 3 2 1 وبنضرب. 1 يا رب. يا اوكي لنشوف شو رح يطلع له علي. هيدي هي هلا هديتك الفعليه اللي رح تربحها، يا هديه عينيه يا كاش يا مشي. هي طلع شكله في رجعنا على ال 100 دولار كاش. هيدي لانه ايدك يا أليس. علي رجعنا على ال 100 دولار كاش. حلو يا أليس. 100 دولار كاش حلوين، تسليت معنا وربحت 100 دولار صح؟ بتكمل ولا خلاص؟ بنكمل. بتكمل شو ما تكمل بعد خلص. عجبته الخبرية. بس هلا هي المية للمدام، ايه؟ لأنه المدام عم بتحمسك. اوكي. أكيد. أوكي، لك أنا كنت بدي أقول لبنتك بس ما بنته 17. فكرت بنتك صغيرة. علي بقول لك ألف مبروك لك. ألف مبروك لك. فإذا مشاهدينا كنا مع الاتصال الأول مع علي، وأكيد بعد البريك رح ناخذ مزيد من الاتصالات ورح نتابع حوارنا مع علي ونسمع منه كمان أغاني من أغانيها. بريك من أول متابعة 4 دولي وبس مع ألين لحول. ياه. أجمل قصة حب ما كملتش.